بدأ الفريق الطبي التابع لبعثة مملكة البحرين للحج مباشرة عمله في مكة المكرمة، وذلك لاستقبال الحجاج البحرينيين سواء في مقر البعثة أو في المشاعر المقدسة. هذا ويعمل الفريق الطبي في مكة المكرمة على مدار 24 ساعة، ويضم كوادر وطنية متخصصة تشمل الأطباء والممرضين والصيادلة والمسعفين. من قلب مكة المكرمة وبالتحديد من حي النسيم، قام رئيس بعثة مملكة البحرين للحج فضيلة الشيخ عدنان القطان بجولة ميدانية، واطلع من خلالها على الفريق الطبي واستعداداتهم وجاهزيتهم لاستقبال الحجاج البحرينيين في المشاعر المقدسة. طبعا بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في للبعثة البحرينية الحج بتقديم أفضل الخدمات لحجاج مملكة البحرين، ونحن الآن مع اللجنة الطبية التي تعمل إن شاء الله لاستقبال المرضى من الحجاج، تعمل على مدار 24 ساعة، وسترافقهم أيضا اللجنة الطبية في المشاعر في منى وعرفات طوال أيام التشريق. طبعا احنا الطاقم مكون من 32 شخص، في 9 أطباء 9 ممرضات، وفي طاقم إداري وفي طاقم فني للأجهزة الطبية. طبعا شغل العيادة هنا نعالج نستقبل جميع حجاج مملكة البحرين. فريق طبي يحرص على مدار الساعة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، بل أيضا لتسهيل جميع الصعاب عليهم في المشاعر المقدسة ليكملوا حجهم بكل يسر وسهولة. نهتم بصحة الحاج هنا في الأراضي المقدسة من كافة النواحي، من ناحية الأمراض المزمنة، الأمراض الفجائية مثل الأمراض التهابات المفاجئة أو الانهاك الحراري أو الجروح. دوري كمشرفة تمريض وأقود فريق التمريض في البعثة، وتجهيز العيادات، تجهيز الجداول، المناوبات، تجهيز عيادات منى وعرفة بحيث أنها تكون جاهزة لاستقبال حجاج على مدى 24 ساعة. خطط متكاملة وضعتها إدارة البعثة البحرينية لراحة الحجاج يقف خلفها أبطال الفريق الطبي لما يولونه من رعاية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام. عيادة متكاملة الأركان تعمل على مدار 24 ساعة بكوادر وطنية أتت من المنامة إلى هذه البقاع الطاهرة خدمة لحجاج مملكة البحرين في مكة المكرمة. طلال نايف لمركز الأخبار مكة المكرمة.